مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وحلقة النهاردة حلقة ساخنة. الأسبوع اللي فات باركنا نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي، النهاردة في حلقتنا من خلال الكرة والجماهير بنقول لنادي الزمالك ألف مبروك السوبر المصري. ولكن دي في حاجات كتير هنتكلم فيها النهاردة بكل شفافية وبكل واقعية. ولكن قبل ما نبدأ في الأحداث المؤسفة في مباراة السوبر على أرض الإمارات الشقيقة، أرحب بضيوفي وندخل في معمعة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. برحب بضيوفي النهاردة الأستاذ حسن عالم الدين، مفجر قضية القرن والناقد والمحلل الرياضي. أهلا بيك يا أستاذ حسن، منور برنامج الكرة والجماهير. أهلا أحمد، أنا بتشرف من باجي مع حضرتك هنا. شكرا، ان شاء الله تبقى حلقه جميله النهارده. يا رب يا رب. انت قلت مفيش خطوط حمراء؟ براحتك، احنا مفيش مشكله. مفيش مشكله. برحب بضيفي الجميل ايضا الاستاذ جمال حمدون، كبير مشجعي منتخب مصر والنادي الاهلي. منور برنامج الكوره والجماهير يا استاذ جمال. ربنا يخليك يا استاذ احمد، متشكرين. وانا سعيد قوي ان انا مع حضرتك النهارده والله. انا اسعد، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون خفاف كده على جماهير مصر. تبقى حلقه مميزه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك. طبعا النهاردة سؤال حلقتنا، بعد اللي شفناه من أحداث مؤسفة عقب مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، هل الوسط الرياضي في مصر يفتقد للروح الرياضية؟ أرجو الإجابة وبكل شفافية وبكل حيادية من خلال الأرقام اللي هتظهر على الشاشة الآن. نروح لفقرتنا، في الفقرة الأولى النهاردة في برنامج الكرة والجماهير، تحليل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اللي طبعا فيها أحداث مؤسفة. وكنت يعني أنا من خلال برنامج الكرة والجماهير بناشد جمهور الرياضة في مصر، دي مش أول مباراة ولا آخر مباراة، ولا دي أول بطولة ولا آخر بطولة، ولكن هستعين بالرجل العظيم أو الرجلان فايلر وكارتيرون من إيجابيات مباراة السوبر، المدير الفني للنادي الأهلي الذي يتقبل الهزيمة وعنده ثقافة المكسب وثقافة الخسارة، والمحترم كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. وطبعا لا أنسى أن أشكر شعب وحكومة الإمارات الشقيق، ملعب ولا أروع، تنظيم ولا أجمل، شعب مضياف جميل، كل الشكر. وطبعا هبارك لنادي الزمالك وبقول له ألف مبروك الفوز بالسوبر للمرة الرابعة. ولكن هروح للأستاذ حسن عالم الدين وأقول له إيه رأيك في أحداث المباراة بعد انتهائها بضربات الجزاء الترجيحية لنادي الزمالك، والأحداث المؤسفة التي حدثت من لاعبي الفريقين وجمهور الناديين؟ لو رجعنا للمباراة هتلاقي إن المباراة كانت ماشية طبيعي جدا لحد نزول كهربا. تمام. وكان الروح الرياضية يعني احنا قاعدين بنحسد بعضنا، انا كنت بتفرج مع مجموعة في منطقتنا البسوس في قهوة، منتهى الروح الرياضية، الجماهير قاعدين مبسوطين، مفيش لفظ خارج. تمام. وشفنا اللعيب ده اللي بيقع بيطلع له الكورة، اللعيب التاني بيقومه، لحد اللحظة اللي تم فيها استبدال محمود كهربا واتقلبت 180 درجة. كهربا نازل، ما تعرفش بقى هل هي نفسيه جواه عايز يقول للزمالك ان انا هعمل عليك او اعلم عليك، ونفس الكلام لعيبه الزمالك كان بتقابله ان لم يكن بعنف كان بحماس. وشفنا اول لمسه طارق حامد دخل وعمل تاكلينج وخد الكره زي ما اذاش، بس شفنا مدى الحماس اللي يكاد يصل لدرجه العنف. أيوه. فمن اللحظه دي حتى انا احب اشيد بالكابتن حسام غالي انه عتب على كهربا وقال له ما كانش يجب يا كهربا انك تنساق او تجذب زمايلك في الزمالك للتعصب اللي احنا فيه ده، ودي كان بدايه الشراره اللي اعقبها بعد كده الاحداث. لكن المباراه كانت ماشيه طبيعيه جدا، وكان الاهلي كان ممكن يكسب في الشوط الاولاني. تمام. يعني انا دلوقتي انت حضرتك، انا يعني حضرتك انا جاي عشان احلل المباراه. ايوه. فلما نيجي نلاقي ان فايلر بدا بتشكيل مش هو الامثل، وحتى لما جه هيتدارك اخطائه في التغييرات غلط. أيوة. يعني النهارده ما تبدا بجيرالدو راس حربه، وانت كان عندك هو بدا باجاي فيرويد.
لا اجاي كان حاط اجاي تحت تحت جيرالدو، حتى كان كل المذيعين العرب قال لك ان كلمه السر النهارده جيرالدو، ما حدش كان متوقعه. أيوة. هتلاقي كل الكور اللي ضاعت كره بالهيد يركنها جيرالدو، انفراد يحطه من بره جيرالدو، كان اجاي بيلعب رقم 10 تحت ايه جيرالدو. تمام. اروح للاستاذ جمال برضو يا استاذ حسن. الاهلي اضاع ركلتي جزاء يا استاذ جمال، بادجي ومحمد هاني، فيما اضاع الزمالك ركله جزاء بن شرقي، سجل الاهلي عمرو السولية ومتولي، وسجل للزمالك محمود علاء وساسي وطارق حامد. تعليقك في ركلات الجزاء وهي ضربات الحظ والمعاناه، هل فايلر غير موفق في اختيار لاعبيه للاعب في ضربات الجزاء؟ بالظبط يا استاذ احمد. الاول احنا بنبارك لنادي الزمالك. تمام طبعا، الف مبروك لنادي الزمالك. مبروك. ايوه. هو فعلا في حضرتك اخطاء في ضربات الجزاء. تمام. وهو ده اللي وصل النادي الاهلي عدم التوفيق. طيب حضرتك شايف على الشاشه دلوقتي معانا صوره الكابتن محمد هاني وهو بيبكي بعد اضاعه ضربه الجزاء والاحساس بالمسؤوليه انه خسر نادي الاهلي بطوله السوبر، ايه رايك؟ هو بدايه يا استاذ احمد، التشكيل من الاول خالص في النادي الاهلي كان فيه غلطات. طيب. كبيره. طب اذا كانت يعني انا برضو هاجي معاك يا استاذ جمال، التشكيل حضرتك بتقول ان في اخطاء. طيب ورغم وجود الاخطاء الاهلي متسيد المباراه؟ لا طبعا اكيد يعني، بس هو برضك لو كان فرق معانا وليد سليمان، كان فرق معانا احمد فتحي. انا طبعا منتخب مصر ده بالنسبه لي اساسي. أيوة. بس انا راجل اهلاوي فمعلش برضك يعني مش عاوز حته التحايل. لا بس انا بقول كلمه الحق، لو احنا فرق معانا الثلاث لعيبه رمضان صبحي، فرق معانا احمد فتحي، فرق معانا وليد سليمان، كان زماننا دلوقتي نادي الزمالك كان شايل له 2-3. اروح للاستاذ حسن علم الدين، مفجر قضيه القرن. هل خساره الاهلي بطوله السوبر بركلات الترجيح تعبر عن اداء الفريق يا استاذ حسن؟ ما انا قلت لحضرتك في الاول الاهلي كان ممكن يكسب في الشوط الاولاني 2-0 على الاقل. تمام. يمكن فايلر راهن على الحبه السوداء عنده. ولو كان عنده 5 سوق كان دفع بيهم. تمام. دفع بكل السمر الانجولي والمالي والسنغالي وبادجي. فاتوا حاجه واحده استاذ احمد، اللاعب المصري بيتمتع بذكاء ان لم تكن عنده قوه بدنيه ولياقه عاليه ان عنده الذكاء والحرفنه. تمام. اعتقد الكوره دي لو مع رمضان صبحي كان في الكورتين دول حط منهم 3 مش 2. طيب. الكوره دي لما وليد سليمان. تمام. كان حط منها جوان. طيب هل اداء كارتيرون كان عاوز من اول دقيقه انه يذهب لركلات الترجيح؟ كارترون معذور. ليه معذور؟ أيوة. لو احنا بنقارن بالاهلي والزمالك، الاهلي كان اكتر ارتياحيه من الزمالك. تمام. الزمالك بدا راح اسماعيليه. تمام. طلع على قطر والدوحه ولعب نهائي سوبر افريقي. تمام. وطلع على الامارات، في حين الاهلي كان اكتر مرتاح. تمام. فالراجل ده احترم الاهلي احترام كبير قوي. أيوة. ولعب تجاري. أيوة. ووصل للي هو خطط له. تمام. قال لك انا هوصل هلعب على المرتده، اذا ربنا كرمني بهجمه مرتده وخلصت الماتش خير وبركه. مفيش، يبقى انا هوصل لضربات ترجيح وساعتها هتبقى اعصابي اهدى من الاهلي. تمام. لان الاهلي جاي صاحب العلامه الكامله، 15 مباراه 45 نقطه في الدوري. الزمالك جاي صاحب السوبر الافريقي. أيوة. ومنتشي، قدم اداء في الترجي ولا اروع. كنت اتمنى ان الزمالك يلعب نفس الاداء. ما كانش. فالزمالك احترم الاهلي ولعب بحرص، واعتقد ان كارترون نجح للي هو خطط له. أيوة. وصل لضربات ترجيح وكان اكتر توفيقا في ضربات ترجيح. طيب هل الاستعانه بطريقه الدفاع والزون ديفنس اللي بيعملها بيعتمد عليها كارترون في مباراه الترجي ومباراه الاهلي، هل هذه الطريقه ستصيب مع الزمالك في بطوله الامم الافريقيه؟ لا، كل ماتش وله ظروفه. تمام. يعني ما اقدرش يكون ماتش عندي هنا في استاد القاهره زي اللي جاي يوم الجمعه الجاي مع الترجي والعب. لا. أيوة. انا شفت ماتش الترجي في الدوحه كان عامل ازاي. أيوة. اداء ولا اروع. تمام. نفس الكلام هيكون في قلب القاهره، لان الحسم هيكون في القاهره. اذا لم يكن كارترون ياخد من ماتش القاهره مش اقل من هدفين. أيوة. هيبقى لقاءه صعب جدا في تونس ان شاء الله. كل التوفيق. ما ينفعش زوم ديفنس طبعا. كل التوفيق لنا طبعا للانديه المصريه طبعا في بطوله دوري الابطال. طبعا طبعا. بس الترجي بعد احترامي لحضرتك يا عم حسن، استاذ حسن طبعا على دماغنا. الله يخليك. بس الترجي ما كانش ده الترجي. الترجي يعني بطل. برضك نتكلم كلمه طب الحق. بعد اذنك، الترجي بطل اخر نسختين في دوري الابطال، مش هو الترجي؟ الترجي اللي خد البطوله على حساب النادي الاهلي، مش هو الترجي؟
لا الترجي لا اللي خد البطوله على نادي الوداد. الماتش الماتش بتاع نادي الزمالك ده ما كانش ده الترجي. لا وليه ما تقولش ان الزمالك تفوق على نفسه وقدر يكسب الترجي؟ هو معنى الزمالك كسب الترجي هو زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي كل ماتش وله ظروفه لكن مش معنى هو ما كانش الترجي ده ما كانش يومه. ما نقللش مكسب الزمالك. لا لا بس النهارده مكسب الاهلي مبروك لنادي الزمالك طبعا. الزمالك خد السوبر والاهلي هو المتفوق. احنا مصريين في الاول. انا زملكاوي. الاهلي كان متفوق على الزمالك مش هتعود يكسب على الاقل 2-0. وانا احترم الشهاده الواقعيه الاقرب للواقع ان الاهلي لعب ولكن الزمالك فاز بضربات الحظ والمعاناه. ما هو دي بترجع لاداره المباراه. في داهيه اسمه كارترون احترم نفسه. أيوة. ولعب عارف ان كانت الاهلي عاليه جدا. تمام. وكمان استفاد من سوء تشكيل فايلر للنادي الاهلي. أيوة. لا تشكيل ولا تغيير. ده في لعيب اسمه وليد سليمان. لازم اديله حقه. سيبك بقى ان كان لعبه عنيف او مش عنيف. وليد سليمان مباراه الاهلي والزمالك هو الفيصل. هو اللي بيعمل فارق. عنده الخبرات انه يدي يا استاذ احمد بيعمل فاول لما أيوة. تيجي عارف فاول للاهلي بره ال 18 من وليد بنفس خطوره ضربه الجزاء. تمام. هاخد من حضرتك الكلام واروح للاستاذ جمال حمدون. رايك في تحمل خساره الاهلي للمباراه بعيد عن التشكيل؟ خلاص انت بقيت في امر واقع نزلت بال11 لاعب. ما نتكلمش بقى هنقول لو. نعم. احنا بنتكلم في ال11 لاعب اللي استعان بيهم فايلر المدير الفني النادي الاهلي. من وجهه نظرك ايه قصور النادي الاهلي في المباراه او سبب خسارته للمباراه في ال90 دقيقه؟ هو النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ضربات الجزاء دي مش مقياس للنادي الاهلي. بس أنا النادي الاهلي مع حضرتك. النادي الاهلي ادى اداء يعني ولا اجمل ولا اروع من كده. بس هو سوء الحظ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ما اردوش اللي هو نكسب. تمام. يكسب نادي الزمالك. واحنا بنقول لحضرتك بامانه لو كان فعلا كابتن وليد سليمان نزل كان فرق ياما مع النادي الاهلي. طب ودي هناخد مداخله مع استاذنا الجميل الصحفي الاستاذ احمد امين. مساء الخير يا استاذ احمد. استاذ احمد الو. واضح ان في حاجه في الخط. روح للاستاذ حسن عالم الدين. من رجل المباراه من وجهه نظرك يا استاذ حسن؟ رجل المباراه بلا منازع طارق حامد. للفرقتين انا بقول رجل المباراه ككل. عايز طلع راجل من هنا وراجل من هنا. في الاهلي اعتقد عمرو السوليه. تمام. كان قايم بواجبه لوحده وخط الوسط لوحده. انما طارق حامد في الكام 11 و3 28 لعيب اللي لعبه طارق حامد. رأيك في يعني ما نقدرش نقول ديانج او ياسر ابراهيم؟ لا طبعا ديانج لعب بس اقل من المباريات السابقه. أيوه. انا عايز اوصل لنقطه ثانيه بقى سبب الخساره المباشره. أيوه. اللي ما حدش اتكلم عليها. اتفضل. مستر فايلر خرج واحد حسين الشحات نمره 2 مجدي قفشه فضى نص ملعب الاهلي خالص. تمام. الزمالك ما كانش ماسك كوره. أيوة. واللي تابع المباراه في الشوط الثاني هتلاقي الزمالك بدا تفوقه بعد خروج مجدي قفشه وحسين الشحات بدا يمسك كوره. أيوة. ويروح الاهلي ويهدد مرماه باكتر من وده اللي خلى كعب الزمالك في الشوط الثاني. لو فضلوا الاثنين كانوا هددوا مرمى الزمالك ويمكن ما كانش نوصل لضربات ترجيح. تمام. هو قفشه فعلا ميزان الملعب ما كانش بصراحه كان تغيير خطا من طيب. يعني ما كانش يطلع قفشه. استاذ جمال انا طبعا لازم احنا بندور على اي ايجابيه في المباراه ونشيد بيها. نعم. طيب ناخد المداخله دي الاول. تفضل. استاذ محمود من اليوبيه اتفضل. مساء اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمود. اتفضل يا فندم. بسلم على الاستاذ حسن. انا جار محمود فتح الله. اهلا استاذ محمود. اهلا وسهلا. ومعايا الاستاذ جمال حمدون. استاذ محمود اهلاوي ابن الاستاذ فتح الله. اهلاوي كبير. اهلا وسهلا يا محمود. ايه رايك في سؤال الحلقه يا استاذ محمود لو متابعنا من اول الحلقه؟ لا والله ده انت جايب القناه من شويه. طيب هل الرياضه في مصر بتفتقد للروح الرياضيه الان؟ اكيد طبعا بتفتقد الروح الرياضيه. مفيش تجانس ما بين اللعيبه خالص. لا انا بتكلم عن الروح الرياضيه بين اللعيبه والجمهور مش بتكلم على اداء اللعيبه. تمام تمام. الجمهور برضو كان شتم شيكابالا وهو اضطر ان هو يعمل الفعل ده. تمام. شكرا. اشكرك يا استاذ محمود. طبعا احنا لازم انوه من خلال برنامج الكرة والجماهير احنا مبدأنا
نبذ العنف ولا للتعصب وعودة الجماهير طبعا بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في الإمارات بين لاعبي نادي الأهلي ونادي الزمالك والجمهورين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك. طبعا أنا مش عاوز أتكلم عن الأحداث المؤسفة اللي حصلت لأن لو اتكلمنا فيها يندى الجبين طبعا أن لعيبة بقيمة النادي الأهلي ونادي الزمالك أن يكونوا سفراء للرياضة المصرية على أرض الإمارات الشقيقة ويخرجوا بهذا الشكل من الأحداث المؤسفة. مش هتكلم لأن أنا مش عاوز أتكلم عن الموضوع ده، ولكن هاخد إيجابية من اللاعب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك. أستاذ جمال، كابتن مصطفى محمد الناشئ، شوف أنا بركز على كلمة الناشئ غير الكابتن شيكابالا، الناشئ مصطفى محمد له تصريح جميل قوي، قال لك النادي الأهلي فريق كبير وركلات الترجيح حظ. ايه رايك في التصريح ده؟ ده اكيد ده 100%. لما تيجي حضرتك تحسب البطولات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي كام سنه، يعني احنا مثلا النادي الاهلي عنده 150 بطوله، تمام، هو تاريخ النادي الاهلي قد ايه؟ مش يعني 100 سنه، نقول 100 سنه النادي الاهلي بطولاته قد ايه؟ 150 بطوله، اكبر من تاريخه، اكبر من التاريخ بتاعه. طب يعني يعني شفت يعني، بس انا لفت نظري تصريح لاعب صغير في السن زي مصطفى محمد. طبعا بيقدر الكيان، بيقدر يا استاذ احمد الكيان النادي الاهلي. أيوة. لما تيجي بعد احترام النادي الزمالك، طبعا زي ما احنا بنقول ده نادي كبير ونادي ليه ملايين الجماهير فعلا في الدول العربيه والافريقيه، بس النادي الاهلي ده نادي معلش يعني على النقيض تماما، ناشئ يعني يتعدى في الملاعب سنوات بسيطة ولاعب صغير في السن بيطلع منه تصريح محترم كابتن مصطفى محمد. نروح لكابتن نادي الزمالك، كابتن دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي، ما يبقى كابتن عنده يبلغ من العمر 34 عام ويمثل نادي كبير بحجم نادي الزمالك. في تصريح للكابتن وليد صلاح، هروح للاستاذ حسن عالم الدين اخد راي حضرتك فيه. كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي بيقول: كنت فاكر ان شيكابالا اتغير، انت بقيت اب وفي بنات وسيدات في المدرجات، ما ينفعش اللي حصل من شيكابالا. ايه رايك وايه رايك في التصريح كابتن وليد صلاح اللي بيعتب على كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا؟ اولا كابتن وليد صلاح انا من الناس اللي بحترمها جدا، تمام، ومحلل متزن. هو وجه اللوم لشيكابالا. ايوه، وانا عمري ما هوجد مبرر لشيكابالا. هقول له: يا كابتن وليد، لو كنت سمعت السباب والشتيمه اللي وجهت لشيكابالا من جماهير الاهلي، انا ما اقولكش ان ده ان يشتم. الصوره معانا. يعني انا الحركه دي بيعملها رونالدو في ماتشات كتير، تمام، عشان هو رونالدو في ثقافه غربيه ما حدش لام عليه. أيوه. في حركات كتير بدات، انا مش عايز اقول لك عشان انا مش هتكلم كزملكاوي. أيوه. على اليوتيوب، افتح اي يوتيوب، طبعا كلام ما لا يمكن تسمعه اي اسره. هتقول لي في ستات وبنات قاعدين، طب ما الجمهور كان بيشتم والستات والبنات قاعدين. شيكابالا اتشتم بامه، اتشتم بمراته، اتشتم بابنه، ورغم كده ما بقولوش انت تعمل كده، لكن هي اللي وصلته لكده سباب متواصل من جماهير الاهلي. ده شيكابالا لو لجأ للاتحاد الدولي يا استاذ احمد، ايوه، واشتكى للفيفا، أيوة، الكره هتقف في مصر. انت طيب عارف ان في لعيب بعد نص دقيقه، لعيب من مالي كان، أيوة، بيلعب في الترجي التونسي، راح نادي برتغالي اتشتم لانه اسمر، راح الفيفا، وقفوا النادي هناك وادوا له غرامات كبيره جدا. تمام. يعني لو شيكابالا لجأ للاتحاد الدولي قال لهم ان في عنصريه في مصر، ما كانوا بيرموا له زداني ولب على انه مش عايز اقولها يعني عيب. أيوة. لا فرق بين ابيض ولا اسود، احنا كده مفيش عنصريه. والشتيمه اللي شتمها شيكابالا، صدقوني رغم ان انا مش مؤيد اللي عمله، أيوة، لكن كان اللي استحمله شيكابالا لا يستحمله بشر. تمام. طبعا انا كنت متعمد اسال الاستاذ حسن عالم الدين الزملكاوي الجميل رايه في موقف الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا. انا من خلال الكره والجماهير بناشد حضراتكم اكتر حاجه احنا بنقع فيها وبنساعد اللعيبة دي. أنا هقول لحضراتكم على حاجة، في مننا أهلاوي وفي مننا زملكاوي، إحنا لسه قدامنا سنين كتيرة قوي 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 عشان نتعلم
يعني ايه ثقافة الرياضة. انت لازم المباراة فيها مكسب وخسارة، ولكن الاستاذ حسن العالم الدين هو طبعا رافض الموقف طبعًا او رد فعل شيكابالا، ولكن انا هنا عايز اعرف الكابتن شيكابالا نقطة. كابتن حسن شحاتة نجم نادي الزمالك، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طه بصري، كابتن حمادة امام، كابتن حازم امام، كابتن محمود الخطيب، دول في نادي الزمالك رموز كبيرة جدا، ياما جمهور الاهلي قابلهم بالسباب والهتافات المعادية، ولكن بيحسب لهم الثبات الانفعالي. نفس الكلام كابتن محمود الخطيب، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن حسام، الكابتن ابراهيم حسن، كابتن طاهر ابو زيد، برضو اتقابلوا من جمهور نادي الزمالك بالسباب والهتافات المعادية، ولكن كان عندهم من الثبات. فطبعا لازم احنا نتعلم اما يبقى كابتن نادي الزمالك، كلمة كابتن دي كبيرة قوي، عشان اخد شارة الكابتن في نادي الزمالك او في النادي الاهلي لها مقومات. وبعدين النهاردة انت مش متحمل رد فعل الجمهور، انا اللي بقولك اعتزل كرة وما عادش تلعب كرة، العب كرة صالات بقى في بلدكم. انما هتيجي تقول لي اصل رد فعل من الجمهور، لا يا حبيبي، الجمهور النهاردة مهما اخطأ انت الرمز وانت القيمة، فرد فعلك يحسب عليك. دي كنت حاجة عاوز انوه ليها. احنا من خلال البرنامج الحمد لله ان المباراة دي اقيمت في الامارات، لان المباراة دي لو اقيمت في مصر بنفس العدد ده وبنفس الاحداث المؤسفة كان حدث ما لا يقمت عقباه. كانت ما في كارثة، كان في هيحصل كارثة اكيد، في الوقت ان كل البرامج الرياضية وكل المحللين والنقاد وكل أسرة الرياضة في مصر اللي بتضغط على الدولة ان هي تعيد الجمهور الى المدرجات، انا واخدين اتجاه في البرنامج نبذ العنف ولا للتعصب وعودة الجماهير. بعد الاحداث المؤسفة في مباراة السوبر هنطلع نخاطب المسؤولين نقول لهم ايه؟ من في مصر يتحمل قرار عودة الجماهير في ظل هذا الاحتقان؟ ما بلاها اهلي وبلاها زمالك. النهاردة لو في مسؤول قادر انه يأخذ قرار، ايه المانع ان انا اشطب النادي الاهلي او اشطب النادي الزمالك وامنع جماهيرهم بعدم حضور مباريات لمدة موسم او اتنين او تلاتة؟ ما الرياضة في مصر مش اهلي وزمالك، احنا اللي خلناها اهلي وزمالك، انا وانت والناس اللي بتروح المدرجات والناس اللي قاعدة في البيوت، ما احنا اللي خلينا الناس دي اهلي وزمالك. يا جماعة انا اسف على الانفعال، ولكن ما حدث في الامارات وصمة عار للرياضة المصرية، وصمة عار لكل مسؤول في مصر. يعني ايه النهاردة رئيس مجلس ادارة ايا كان اسمه يخطئ ويسب رئيس اتحاد الكرة المصري؟ رئيس الاتحاد الكرة المصري، انا بتكلم في البرنامج هنا مش باسمه، انا بتكلم لشخصه وكيانه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم. عندما يسمع في احدى القنوات ان مش رايح الماتش ومش لاعب في مش لاعب المباراة، طب ما انت كده بتدعي للتعصب. يا جماعة كده ما ينفعش. واحنا طبعا معانا رئيس جمهورية محترم شايف شغله على اعلى مستوى، بيناشد بالعمل ثم العمل ثم العمل، ولكن للأسف جميع المسؤولين في الرياضة المصرية كلهم جميعا يا الصمت يا الحوارات الكاذبة على الفضائيات، مما تثير غضب الجماهير المصرية، وهذا الذي يؤدي إلى الاحتقان الذي نعيش الآن في الرياضة المصرية. أنا آسف جدا لانفعالي، ولكن من حبي للرياضة المصرية. معانا مداخلة، أنا آسف إن أنا أطلت على حضرتك. ألو، أيوة يا فندم معاك. خلاص يا اميره ما تدخليش معايا حد الا ما يبقى جاهز على الخط. هروح للاستاذ جمال حمدون، كبير مشجعي منتخب مصر. طبعا لفت نظري
الأستاذ جمال في الكواليس الزي الرياضي الجميل اللي هو لابسه، علم مصر، بيتزين الأستاذ جمال حمدون بعلم مصر. أنا بحييك على هذا الزي اللي أنت حضرت بيه النهاردة لبرنامج الكرة والجماهير يا أستاذ جمال، وإحنا بنأمل وأنا بأمل إن الميت مليون مصري يحزو حزو حضرتك، وشرف لهم إن يرتدوا علم مصر، وده حاجة جميلة أنا بحييك عليها. ربنا يخليك. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد. أنا 30 سنة مع منتخب مصر، في الأول وفي الآخر النادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، نادي الاتحاد، في النهاية كل دولت يا أستاذ أحمد هيصبوا فين؟ منتخب مصر. منتخب مصر. تمام. فحضرتك يعني إحنا في النهاية بنلعب عشان منتخب مصر، إحنا كفاية اللي إحنا ارفع علم مصر للمشاهدين والنبي يا أستاذ جمال بعد إذنك، هي دي مصر، وهو ده شعب مصر، وهو ده جمهور مصر، وهي دي الناس اللي بتحب مصر، وإن شاء الله بأمر الله عندنا 100 مليون مصري كلهم جمال حمدون، وكلهم بيتشرفوا ان بيتزين ملابسهم بعلم مصر. يعني حاجه جميله يا استاذ جمال، وانا بحييك ربنا وان شاء الله رغم القله القليله اللي هم قامات رياضيه وبياخدوا ملايين، استاذ جمال ده لو اتفرجت عليه بيصرف من جيبه ومن قوت عياله، وبيخرج قبل المباراه بثمان ساعات وعشر ساعات، وبيقعد في الشمس وبيتحمل البرد عشان يتفرج ويستمتع بالمباريات، وللأسف لاعبين ليسوا على مستوى التيشيرت سواء الأحمر أو الأبيض. أروح للأستاذ بعد إذنك، أروح للأستاذ حسن عالم الدين. طبعا أنا أحب أتكلم في إيجابيات المباراة. نتكلم الكابتن المحترم المدير الفني كارترون، المدير الفني لنادي الزمالك، ذهب للكابتن محمد هاني بعد المباراة وخده في حضنه وبيواسيه وبيشجعه، ويعني هو عبد الشافي، هو محمد عبد الشافي، هو محمد عبد الشافي. والصورة هتبان معانا، نزليها أميرة، هو ده كارترون وهو ده محمد هاني، ودي الصورة المضيئة في المباراة، ودي الإيجابية اللي كانت موجود في المباراة. أحبك يعني أحب إن أنت تعلق على الصورة دي. الصورة دي طبعا لو رجعنا هتلاقي كارترون ده كان مدرب الأهلي من سنة تقريبا، تمام، فله ذكريات مع لعيبة الأهلي مش غربة عنه، تمام، ولاده. فلما بكى محمد هاني، ومحمد هاني مش كبير قوي، حاجة وعشرين سنة، أيوه، يعني مش بخبرة أحمد فتحي ولا حاجة، يعني كارترون اتأثر بيه قوي، راح له هو عبد الشافي الخلوق جدا، من اللعيبة الأخلاق جدا محمد عبد الشافي، وطيبه خاطره. تمام. دي من ضمن الحاجات الايجابيه في أيوة. في اللقاء في كمان لو الاستاذ احمد امين كان عمل مداخله ودخل، أيوة. العلامة احمد امين عمل مبادره لنبذ التعصب طبعاً. اللي ياما صوت اتبح فيها، أيوة. وتقول ان الاهلاوي ياخد الزملكاوي، الاهلاوي نسيب الزملكاوي، الاهلاوي الزميل للزملكاوي، الاهلاوي صاحب الزملكاوي، الاهلاوي صاحب الزملكاوي، جار الزملكاوي، ده بيبقوا اتنين اخوات، اتنين اخوات، واحد رايح الثالثه يمين وواحد رايح الثالثه شمال، الزوج اهلاوي والزوجه زملكاويه او الزوج زملكاوي. طب ليه انتوا بتعملوا فتنه؟ أيوة. اقول لك الفتيل، أيوة، هو التحفيل. انت كسبت. طب ناخد مداخلة بقى من احمد امين، فاكهة الكرة في مصر الاسماعيلية، الاستاذ اسامة. الو، السلام عليكم. مساء الخير يا استاذ اسامة. ازيك يا كابتن احمد؟ مساء الخير يا حبيبي. الله يخليك، بس على الاستاذ جمال والاستاذ حسن. الله يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وبحب اهني وابارك النادي الزمالك، الف مبروك بفوزه بكاس السوبر المصري. وطبعا النادي الزمالك بيعيش احلى ايامه، اتنين سوبر بقى، انه حاصل على بطولتين في خلال اسبوع. وطبعا احنا زعلانين قوي 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 على الاحداث اللي حصلت في اثناء المباراه وبعد المباراه. تمام. طبعا كابتن شيكابالا وكابتن وليد سليمان. تمام. حصل حاجات كده طبعا، يعني حاجه مؤسفه في دوله الامارات قدام جمهور الشعب الاماراتي برضو، وقدام الشاشات وقدام التلفزيونات، حاجه مؤسفه. أيوة. طبعا انا في حاجه عايز اعقب عليها بس استاذ احمد. اتفضل. ان دلوقتي طبعا شيكابالا اللي حصل منه، او الكابتن وليد سليمان، وطبعا اتحاد الكوره طبعا اكيد يعني هيوقفوا ثلاث مباريات اربع مباريات. طب الكابتن سعفان الصغير بتاع نادي الاسماعيلي لما حصل مشكله اتوقف ثلاث شهور و50,000 جنيه غرامه، طب هل هيبقى دي فيها عداله؟
ان النهارده الكابتن سعفان يعني ما عملش نص اللي عمله شيكابالا او الكابتن وليد سليمان، وتوقف 3 شهور و50,000 جنيه غرامه. تمام، دي برضه ايه، دي لفت نظر لاتحاد الكوره ان يبص برضه اللي ده برضه ده اسماعيلاوي. تمام، وكابتن سعفان طبعا ما عملش شغب ولا عمل حاجه، ده هو كان بيتكلم مع الحكم بس نزوله ارض الملعب. هو ده اللي الاتحاد الكوره طبعا شاف الواقعه فحكم عليه 3 شهور و50,000 جنيه غرامه. عشان نزل الملعب بس. عشان نزل الملعب واتكلم مع الحكم، والحكم بيقول له لو سمحت اطلع بره، قال له ما انا اهو بكلمك اهو، طلعه بره 3 شهور. أيوة. اتحكم عليه بالاعدام 3 شهور و50,000 جنيه غرامه. تمام. ثاني حاجه، كان في وقفه احتجاجيه امبارح قدام نادي الاسماعيلي، بجمهور النادي الاسماعيلي بمطالبه رحيل مجلس عثمان. طبعا المدير الامني اتدخل وقال يا جماعه هنشوف حل وهنجيب السيد المحافظ معالية وهنشوف الموقف. طبعا الجمهور كله بيطالب برحيل المهندس ابراهيم عثمان واعضاء المجلس. تمام. ان النادي الاسماعيلي طبعا في انهيار تام النهارده البارح هزيمه من البيراميدز. بعد خروجه من كاس مصر. من كاس مصر وما فيش اداء ولا في لعب. تمام، ولا في لعب ولا في اي حاجه، ولا الاسماعيلي في انهيار تام، ولا في الدوري ولا مركزه الطبيعي في الدوري، ولا في لائحه ولا في فاكهه الكره الاسماعيلويه في اللعب الاسماعيلي. تمام. فاحنا دلوقتي كان امبارح في احتجاجات جامده ومطالبه برحيل المهندس عثمان ابراهيم عثمان من النادي الاسماعيلي، وطبعا هو مش متواجد في الاسماعيليه، يعني هو معظم وقته متواجد خارج الاسماعيليه في المانيا. طيب. دول ما بيش عايش في اسماعيلية. وصلني خبر يا استاذ اسامه بعد اذن حضرتك ان في غرامه 20 مليون جنيه النادي الاسماعيلي، الكلام ده صح؟ فعلا. إيه؟ فعلا بخصوص اللاعب ابراهيم حسن. فعلا الكلام ده صحيح، 20 مليون غرامه على النادي الاسماعيلي بموضوع ابراهيم حسن. وطبعا المهندس ابراهيم عثمان هيفكر بقى يجيب ال 20 مليون ازاي، هيفكر بقى في بيع باهر المحمدي، في بيع شلونجو، في بيع اي لعيب عشان يعوض كان. وطبعا هي دي فترته، اخر فتره ليه اللي هي لحد شهر 9. ايوه، لاخر شهر 9 هيبقى دي اخر دوره بتاعت المهندس ابراهيم عثمان، فهو كده لازم هيفكر ان ازاي هيجيب ال 20 مليون دول عشان يسدد الغرامه اللي هي بتاعت ابراهيم حسن. ده في عقوبات يا استاذ اسامه في حاله عدم سداد المبلغ، في عقوبات صعبه جدا ممكن ينالها نادي الاسماعيلي. ما هو ممكن هيتخصم منه نقط. تمام، 6 نقاط. هيتخصم منه نقط، وممكن ما يقيدلوش لعيبه في زي النادي المصري لمده موسمين. كان الله في عون جماهير الكره المصريه وجماهير برازيل مصر النادي الاسماعيلي. تمام. تمام. شكرا. تمام. اشكرك يا استاذ اسامه. شكرا يا زحمه. اشكرك. معانا مداخله، مين؟ الو. طيب، في واضح ان في مشكله في الصوت يا امير عندك. طبعا احنا عايزين مسلسل اللفتات الرائعه يا استاذ حسن، عايزين نتكلم بره في اللفتات الرائعه. كنا بنقول بنهدي السوبر الافريقي والسوبر. أيوة. المصري لأربع أيقونات، يا ريت الأستاذة أميرة تكون جاهزة. معانا السوبر طبعا اللي هو الناشئ الزمالك المصاب. سعد محمد ده. طبعا. بيرفع كأس السوبر. ده طلب قال لهم أنا مش عايز حاجة، وكان واخد جرعة كيماوي. أيوة. رهيبة. وسافر الإمارات وربنا حقق له، يمكن الزمالك كسب عشان الولد ده. أيوة. ورفع الكأس في منظر جميل. زي ما بنهدي السوبر الافريقي المصري لروح الشهيد ادهم مسعد الكيكي. أيوة. في كمان بنت جميله رياضيه مي علي عبد الخالق، نفس ظروف سعد محمد. صوره الناشئ. ده الناشئ سعد محمد. وهو بيرفع كاس البطوله في الامارات. أيوة. فبستاذن اسره البرنامج لصديقه عمري. طبعا في كمان بنهدي كاس السوبر الافريقي والمصري لروح اسلام سيد جوده. طبعا ابن عم سيد جوده. ابن سيد جوده كبير مشجع الزمالك. طبعا. يا ريت الاستاذ اميره تحط صورته. شاب الوحيد على بنات. الوحيد على والده. وعلى بنات 26 سنه. وهو كمان من الحاجات العلامات الحلوه
ان اسلام سيد جوده اتدفن مع مين؟ مع صائد الدبابات عبد العاطي اللي دمر دبابات العدو شهيد. في نفس المدافن. نفس المدافن. فدي اشاره او رساله مسج من عند ربنا في الجنه هو ان شاء الله، ان اسلام شهيد برضو اللي كان طالع على اكل عيش. أيوه. شاب 26 سنه صغير. فبنهدي له روح البطوله ونقول له يا عم سيد يا جوده ربنا يصبرك، والله الراجل ده ابنه ميت مكان من الاسبوع وكان بيتصل بيا، عمل مداخله هنا تاني يوم الوفاه الزمالك بيبارك لنادي الزمالك. الزمالك عمل ايه في الترجي وانا مكسوف؟ أيوه. ابنك ميت ترجي والسوبر مصري، فبنديله الروح اسلام سيد جوده البطولتين دول، والله يصبرك يا سيد يا جوده. طبعا انا بشكر الاستاذه اميره عبد طبعا الرحمن، مجهودها مجهود كبير، اسره برنامج المعده ورئيس التحرير برنامج الكره والجماهير، ان ذهبت للعزاء طبعا اقل حاجه نقدمها. من خلال برنامجك هو طلب مني اشكر كل اللي جم العزاء، مش هنعدي اقل حاجه نقدمها يعني. جه مجدي ايدر، جه الاستاذ عزت عبد القادر، جه الاستاذه اميره، جه محمد سامي، جه محسن غريب، جه عماد كمال الزملي، كل الزملكاويه راحوا قدموا واجب العزاء لان ده رمز مرور الزمالك. بس في حاجه يا استاذ احمد بعد احترامي للاستاذ حسن، كان المفروض برضك السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. أيوة. كان يعزي أخونا المحترم الأخ سيد جودة، أقل حاجة كان المفروض سيادة المستشار كرئيس نادي الزمالك. أيوة. وده ابن من نادي الزمالك، ابن إسلام السيد جودة. أيوة. ووالد ووالده ده ناس جنود مجهولة في نادي الزمالك، نفسهم في نادي الزمالك. لنادي الزمالك كان المفروض أقل حاجة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يروحوا يعزوا السيد جودة. البقاء لله والإسلام يعني ربنا. ده ابنه الوحيد يا أستاذ أحمد، ابنه الوحيد. وإحنا من هنا طبعا بنعزي عم سيد جودة، وإن شاء الله أتبقى آخر الأحزان يا عم سيد إن شاء الله. طبعا من اللافتات من الإيجابيات في المباراة اللي إحنا لازم نذكرها، ناخد المداخلة الأول. اتفضل اتفضل. معانا الأستاذ محمد من الأليوبية، اتفضل. محمد ثروت. ألو. ايه يا اميره في ايه في الصوت عندك؟ هيتكلم. لا ما هو انت ما تاخديش بقى مكالمات طالما الصوت في حاجه. من الايجابيات في المباراه عندي ايجابيه لجمهور نادي الاهلي وايجابيه اخرى لجمهور نادي الزمالك. ناخد لجمهور النادي الاهلي عم استاذ جمال الاول. اتفضل. لافته رائعه من جماهير النادي الاهلي بترفع صوره عماد محروس كبير مشجعي الفريق في الامارات، ودي كانت في بدايه الشوط الثاني، لفته ولا اروع من جمهور النادي الاهلي. تحب تقول لهم ايه على الهواء يا استاذ جمال؟ انا بقول لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور محترم. يعني في سلبيات اكيد في سلبيات، بس هو بصراحه على الايجابيات بس. جمهور النادي الاهلي ده بصراحه يعني مش قادر ادي له حقه، لان اللي هو يذهب كده ورا النادي الاهلي في كل مكان في انحاء العالم، لا ده جمهور كبير. معنا وده الصوره الاستاذ عماد المرحوم عماد محروس، دي طبعا كانت رفعها جمهور النادي الاهلي يا فندم، وال 74 شهيد لجد دلوقتي طبعا جوه قلوب جماهير النادي الاهلي. هو ده الجمهور المحترم اللي يعني احنا عندنا امل فيه. جمهور النادي الاهلي ده يعني جمهور كبير، وبيقف برضك ورا منتخب مصر طبعا، وورانا في كل حته مع منتخب مصر. يعني جمهور النادي الاهلي احنا بنفسنا يا استاذ احمد، جمهور الزمالك، جمهور الاهلي، جمهور الاسماعيلي، جمهور الاتحاد، جمهور المصري، كل الجماهير دي تبقى بتصب في مكان واحد، ونفسنا ننبز بقى التعصب. يعني لان احنا كفايه كام بطوله افريقيه ما وصلناش. أيوة. ليه احنا نفسنا بقى نساند منتخب مصر؟ لان اسم مصر في الاول، علم مصر لازم يترفع كده، علم مصر ده خفاض دائما ان شاء الله، مرفوع ان شاء الله برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضه في مصر، وده حاجة مش كتيرة اللي احنا ندعم بلدنا طبعا، لان كانت صورة وحشة فعلا في الامارات ان شاء الله، ونتمنى إن شاء الله اللي هي ما تحصلش تاني، وان شاء الله يا رب كده اكرمنا، وكل جمهور مصر العظيم يبقى على قلب رجل واحد، وما يبقاش فيه اختلاف بين الاهل والزمالك والمحبة وعلى طول كده. هروح برضو يعني بعد ما رحت شفنا اللافتة النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، في لافتة رائعة ايضا من نادي الزمالك، رسالة بيوجهها جمهور نادي الزمالك في مباراة السوبر، ان هو يعني بيحيي مدير الفني جروس. طبعا ده طبعا الوفاء، ده عرفان بالجميل، ده عرفان بالجميل من جماهير نادي الزمالك للمدير الفني جروس. وهو فعلا حتى جروس قال كلمة جميلة، قال انا عرفت ليه كل واحد بيجي يدرب الزمالك بيبقى نفسه يرجع تاني. تمام. بيبقى زملكاوي. قال لك النادي في حاجه غريبه. ايوه. يعني دربت انديه كتيره حسيت ان انا من جوايا زملكاوي. ايوه. فعايز ارجع تاني.
تمام. نفس الكلام صرح بيه كارترون مؤخرا. أيوه. قال لك انا ضربت الاهلي ضربت الزمالك، النادي الاهلي عظيم ونادي كبير، لكن في حاجه غريبه في الزمالك بتحسسني ان انا من جوايا مش مدرب، انا مشجع زملكاوي. تمام. فدي برضه حاجه كانت تحصل له. طبعا احنا بنذكر الايجابيات وطبعا من ايوه اميره معانا الاستاذ شريف فاروق، اتفضل. الزميل العزيز، برنامج بدون اهداف، استاذ شريف الزملكاوي الجميل، اتفضل يا استاذ شريف. اهلا بيك واهلا بضيوفك المحترمين اللي معاك. اتفضل. الله يخليك. انا كان ليا مداخله على احتجاجك على ايه؟ أيوه. على احتجاج المستشار مرتضى منصور بالاسم اهو. اتفضل. على احتجاج المستشار مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكره المصري. تمام. ماشي. طب احنا لو فندنا احتج ليه مرتضى منصور؟ ليه السيد عمرو الجنايني باس راس وليد سليمان؟ انا عايز واحد يكون عالم ببواطن الامور ويقول لي ليه عمرو الجنايني باس على راس وليد سليمان. طب وليه احتفل مع نادي الزمالك؟ لا احتفل مع نادي الزمالك على ان هو مشجع، ولو الاهلي فاز كان احتفل مع النادي الاهلي. طيب يبقى الموضوع بسيط يا استاذ. الاتحاد المفروض يبقى محايد. انا عايز اعرف الموقف ده حصل ليه، ونفس على فكره نفس محايد. اللي حصل من لاعبي الزمالك في المباراه حصل من لاعبي الاهلي. طب ما ده اللي احنا بنقوله. لا انت حضرتك معلش احتديت على المستشار مرتضى منصور. لا انا اي نعم ما جبتش اسمه. لو حضرتك لو حضرتك ركزت في اول الحلقه يا استاذ شريف، انا بقول ما ينفع. انا النهارده بحتج على رئيس اتحاد الكوره، انا لو رئيس نادي وامتلك او عندي المقدره ان انا هحتج على رئيس الاتحاد، في حاجه اسمها قنوات شرعيه، ان انا بقدم طلب للاتحاد الكوره، بكتب فيه طلباتي اللي انا عاوزها كنادي او كرئيس نادي، وسواء بقى اتوافقت او اترفضت ده موضوع تاني، ولكن ان انا اطلع على الهوا اقول ادي قرار في مباراه واقول انا مش رايح وانا مش هلعب على الهواء مباشرة، ده بيثير الاحتقان، ده اللي انا اتكلمت فيه. ايوه يا كابتن. طب ما المستشار مرتضى قال يوم ماتش مصر المقاصة مش هروح ومش هلعب. تمام. وما كانش فيه مشكلة. تمام. وراح وما لعبش، والاتحاد المصري خصم منه 3 نقط وحاجات زي كده. طب هو لازم اقول على الهواء؟ لازم يا كابتن احمد. اتفضل. يعني انت تفضل يروحوا الاهلي والزمالك يلعبوا في ظل الاحتقان اللي حصل في الامارات، وتحصل مذبحه جديده في جميل في الاستاد؟ لا طبعا. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، طب ايه المانع ان انا كرئيس نادي الاهلي او كرئيس نادي الزمالك انا بقدم طلب للاتحاد الكوره او للامن، ان مثلا في احتقان بين الجمهورين، ان احنا عندنا اجهاد وعندنا مباراه يوم. طب خد الخبر ده حصري يا كابتن احمد. اتفضل قول، انت عندك كل الحصريات يا استاذ شريف. اتفضل. مباراة القمة تأجلت. ده أخدوا خبر حصري. خدوا حصري على اللسان أنا. خلاص كده المباراة مفيش. إن شاء الله بكرة هقوله في البرنامج معايا برضه. يعني بكرة مفيش يعني يوم الاثنين مفيش مباراة أهلي وزمالك. مفيش مباراة. تمام. طيب هل جمهور النادي الأهلي هيقبل؟ شوف بقى أنا كلامي جالك تاني دلوقتي. هنرجع لكلامي، أنت حضرتك بتلومني إن أنا بقول كذا. طيب جمهور الأهلي هيتقبل قرار الامن ولا اعلان السيد رئيس نادي الزمالك ان المباراه مش هتتلعب؟ بص يا كابتن احمد. اتفضل. اكتر حد سعيد في الوقت الحالي بتاجيل ماتش الزمالك والاهلي هو جمهور الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. نتمنى ذلك. بس نتمنى ذلك يا استاذ شريف. ومشكرين جدا يا استاذ احمد. انت نورتني يا استاذ شريف، الزميل العزيز الجميل الزملكاوي استاذ شريف فاروق. طبعا. اهلا وسهلا. شكرا يا استاذ شريف. شفت هي دي بقى، هي دي يا جماعه المشكله، ان احنا هنا في مصر العصبية الانتماء الزائد. انا هنا من مكاني انا مش ضد ومع، احنا بنتكلم الحق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. ممكن يكون عندي ميول مش عيب، ممكن انت حضرتك يبقى عندك ميول مش عيب، ولكن ما حدث من عبدالله جمعة وشيكابالا بعد انتصار ولا اروع، 2 سوبر في اسبوع، ضيعوا الفرحه وضيعوا البسمه وضيعوا البهجه لمجرد تصرف عشوائي وتصرف خاطئ. ده اللي احنا بننادي بيه. انت كسبت سوبر وجمهورك معاك، نص الملعب مقسوم
ابيض واحمر، انا كسبت. طب ما تفرح مع جمهورك، ارقص وافرح وغني واضحك واعمل كل حاجه للصبح، محدش هيلومك. انما تروح تستفز الجمهور الخسران، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما نعملهاش علاقه بقى اهلي او زمالك. معانا الاستاذ معتز. طب اتفضل. الو، السلام عليكم يا استاذ احمد. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ معتز؟ اخبار حضرتك يا استاذ احمد؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا ليا تعليق حضرتك كده على الاستاذ شريف اللي كان بيتكلم مع حضرتك من شويه. اتفضل يا فندم. دلوقتي هو بيقول لك الماتش يتاجل، والاول كان بيقول لك المفروض ان الماتش يتاجل، يعني الكلام مش متوازن. والاستاذ محمد فضل من شويه كان بيقول ان الماتش في ميعاده الساعه 7:30 يوم الاثنين. انا معلوماتي يا استاذ معتز ان المباراه في ميعادها. المباراه في ميعادها، ولسه الاستاذ محمد فضل مأكد الكلام ده من شويه، من ساعه تقريبا، مع الاستاذ سيف زاهر، وقال الماتش الساعه 7:30 يوم الاثنين. بس في نقطه حضرتك بقى، الكلام اللي هو بيطلع ده يعني ماتش بعد يومين واحنا في الدوري مش عارفين الماتش هيتاجل ولا لا؟ بقى دي منظومه الدوري؟ ما هو ده اللي ده اللي احنا بنتكلم فيه والله يا استاذ معتز. حضرتك الدوريات الاوروبيه بيحطم الماتشات قبلها بسنه تمام وفي موعدها. طب ازاي احنا ماتش بعد 24 ساعه مش عارفين هو هيتلعب ولا لا؟ مش هيتلعب عشان المستشار مرتضى منصور، ولا مش هيتلعب عشان اللي حصل؟ اولا دي حاجه. الحاجه الثانيه، اللي حصل في الامارات ديت مهزله مهزله، احنا ما نرضاش بيها. والمفروض رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل مع اتحاد الكوره، لان الناس مستضفانا والناس عملت كل اللي عليها، واحتفاليه ما فيش بعد كده. رساله وصلت يا استاذ معتز، وانا بشكرك وبحييك وكده، الرساله وصلت. احنا وقتنا طبعا يعني خلاص اوشك على الانتهاء. في تصريح برضو معايا للكابتن عماد متعب، عماد متعب نجم النادي الاهلي، وهاخد فيه راي الاستاذ حسن عالم الدين، منفعل على عبد الله جمعه وبيقول له احتفالك مستفز، لو مش عارف مين الاهلي اقرا التاريخ. طيب مبدئيا انا بحترم عماد متعب جدا، تمام، وبقاله فتره ماشي بشيد بيه هو وليد صلاح، تمام، لكن بتيجي لحظه يا استاذ احمد الواحد ما بينساش انتمائه فيها. ايوه، فهو عماد متعب يعني اللي عمله عبد الله جمعه انا مش مأيده، اكيد، بس هنبدا من الاول بقى. أيوة. من اساء الادب، من امن العقاب اساء الادب. مين بدا الحاجات دي الاول؟ وقف رمضان صبحي على الكوره، قلده حكم دولي عندك اسمه ريم نور الدين، وبقت واقفه، طلعت تيشرتات بوقفه رمضان صبحي، عدت على خير. لا سيبني بعد اذنك العتاب. فما بجيش نعلق المشانق في الماتش ده، لا ده في بدايه قبل منها. أيوة. تحفيل كتير والراجل ما خدش عقوبه. أيوة. فدخل عبد الله جمعه يقلد في بركات وبيشاور الاشاره اللي انت عارفها. أيوة. في كان بيروح مؤمن يعمل كده. أيوة. ما خدش عقاب ولا توقف. أيوة. كان بيغني حسام عاشور ورمضان صبحي مع جماهير الالتراس وفي الانتصار على خساره الزمالك. ليه لما غنى شيكابالا اتعلقت له المشانق؟ أيوة. ليه لما عبد الله جمعه احتفل اتعلقت له المشانق؟ ده غلط وده غلط، ما تكايلش بكيلين. تمام. فهي احنا هنمشي في الدوامه دي على طول. فانت يا كابتن عماد انت لعيب محترم وناخد محترم، بس افورت منك في حاجات عبد الله جمعه. انا ما بكلمش لعيب على تاريخه، اقول له ان انت لعيب كويس، ليه تشوه ادائك الجميل بحاجه خارجه عن النص؟ تمام. لكن ما نكلموش في تاريخه. عبد الله جمعه لعيب صغير وقدامه مستقبل باهر، اخطا نقومه. تمام. ولو في عقاب زي ما انت انفعلت وتشديت، انا بطلب من اتحاد الكوره، من وزير الشباب والرياضه، يبقى في عقوبات رادعه، رغم ان هنبدا من النهارده. بمناسبه العقوبات، جاءنا الان قول البيانات ان طبعا في 8 مباريات لشيكابالا، ماشي، وغرامه 100,000. ايوه. واستبعاد او وقف محمود كهربا لنهايه الموسم. وطبعا في كمان معانا عبد الله جمعه، كابتن عبد الله جمعه، طارق حامد، في لا مفيش طارق حامد معانا. عبد الله جمعه 4 مباريات، عبد الله جمعه 4 مباريات، امام عاشور، وامام عاشور 4 مباريات، 4 مباريات، وغرامه، وغرامه برضو ماليه 100,000، وايقاف احمد زاهر اداري نادي الزمالك لاخر الموسم. لاخر الموسم هو اشترك في العنف اللي حصل في اخر، بقى حابل في النبل بيضربوا بعض. وايقاف عبد الله جمعه 3 مباريات. وياسر ابراهيم وجونيور اجاي لاعب الاهلي مباراتين. ماشي. ايه رايك في عجاله؟ لان وقتنا العقوبات جميله جدا جدا، بس يا ريت احنا جينا يعني فوقنا دلوقتي. أيوة. ما كان العقوبات دي كان المفروض لو عملنا عقوبات يا عم جمال، وجهة نظرك يا استاذ احمد، من سنتين ما كناش وصلنا اللي وصلنا. وجهة نظرك العقوبات جميله. وجهة نظرك يا استاذ جمال؟ لا لا، العقوبات كده حرام، في كده ظلم جامد على النادي الاهلي،
يعني كهربا ليه لنهايه الموسم. طيب. والكابتن شيكابالا 8 ماتشات كهربا كده كده مطرود وهو سبب الاندلاع الشرار بس ما ياخدش لنهايه الموسم يعني. بعد اذنك في تويتر للكابتن وليد سليمان لو صدقت دي منتهى العنف كاتب على صفحته الموت ولا المباراه القادمه سنترك الروح الرياضيه خارج الملعب ويا النصر يا الموت ده بتحضر لكارثه افظع من بتاعه بورسعيد. تمام. لا ده لازم نتحاسب. انا بناشد الساده المسؤولين عن اتحاد الكره المصري وللاسف الناس دي اول ما مسكت او اسند اليها العمل التطوعي احنا وقفنا جنبهم وما زلنا واقفين خلفهم للنهوض بالرياضه المصريه زي ما حضراتكم شايفين. عينه من جمهور النادي الاهلي، عينه من جمهور نادي الزمالك، محدش هيقبل ده. هينقض العقوبات وده هينقض العقوبات، ده هيبارك العقوبات وده هيبارك للعقوبات. صدقوني المسؤول بيعمل لوجه الله، والمساواه في الظلم عدل طبعا. واضرب بيدي من حديد، مش هقول اضرب يا بدري بقى زي لعيبه الزمالك، لا اضرب بيدي من حديد وخد قرار لصالح الرياضه المصريه. صدقني وقتها جمهور الاهلي وجمهور الزمالك هيقف معاك ويسندك حتى لو هتشطب الفرقتين. اما الكيل بمكيالين صدقني ده غلط، وهيخلي صورتكم قدام الناس مش مظبوطه، وهيخلي اللي اسند لكم القرار باداره الرياضه في مصر يندم لظهور هذا القرار. فانا بقول من خلال الكره والجماهير لاي مسؤول في مصر، خذ القرار الصائب، والمساواه في الظلم عدل، سواء ابيض سواء احمر. يا ريت لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم تصدر قرارات سريعه وفوريه وصارمه. سريعا يا استاذ احمد والله تتر نزل يا استاذ جمال لو في ثانيه. سريعا والله بشكر بس رجال الاعمال اللي هم بيدعمونا مع منتخب مصر وعلى راسهم المهندسه امال عبد الحميد بتصفرنا جميع دول العالم. استاذه امال عبد الحميد كل الشكر للاستاذه امال. بشكر جماهير الكوره والجماهير، وان شاء الله ميعادنا الاسبوع القادم السبت الساعه 12 مساء. وبشكر الاستاذ حسن عالم الدين، بشكر الاستاذ جمال حمدون، وان شاء الله نشوفكم على خير الاسبوع القادم.